أخطاء العدد من حيث إعرابه. يعامل العدد 8 معاملة الاسم المنقوص إذا كان غير مضاف وكان المعدود مؤنثاً، فتحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر وتثبت في حالة النصب. ويتضح الخطأ بمخالفة ذلك في نحو قولهم: منهم 78 امرأة، وصحيح القول 78 امرأة بتنوين الكسر لا تنوين الضم. ومثل قولهم: بلغت 38 قذيفة، وصحيح القول 38 أو 38 قذيفة، لأن ياء المنقوص تثبت في حالة النصب. العدد المركب وهو من 11 إلى 19 يكون مبنياً على فتح الجزئين في جميع حالاته الإعرابية رفعاً أو نصباً أو جراً ما عدا العدد 12 الذي يعرب نصفه الأول كالمثنى بالألف رفعاً والياء نصباً وجراً، ويبقى نصفه الثاني مبنياً على الفتح. ويتضح الخطأ بمخالفة ذلك في نحو قولهم: في 15 من الشهر القادم، وصحيح القول في 15 من الشهر القادم، مبني على فتح الجزئين. ومثل قولهم: اتفق أعضاء أوبك 12، وصحيح القول 12.